القاهرة والناس تقدم المستخبي. نزلنا في شارع في وسط البلد والكاميرا في ايدي، سألت الناس سؤال واحد بس، بتضرب ترامادول؟ بتعاطى ترامادول. الشعب المصري كله دلوقتي بياخد تمور، كل عمال مصر بياخدوا ترامادول، في حريم بتاعهم اطفال صغيره برضه بياخدوا الحاجات دي. في القاهرة في سوق جملة مش بس للترامادول، للكيمياء كلها. هجيب منين ترامادول؟ في لعبة الترامادول والتمول والمخدرات كلها هنا موجودة كتير. في تمول وفي كل حاجة. في الوقت اللي بيتقبض على واحد ويروح القسم، ألف واحد تاني بيطلع، منهم واحد واقف يبيع قدام اسم المسكي في العتبة. أنت المعلم ولا هو؟ هو ده ربنا ده المعلم. لا بتتكلم على برشام، أنا معلم لحد. لا أنت بتتابع برشام. نتعاطي المخدرات بتوصل الجرعة، أنا كان عندي مريض امبارح بياخد 4 شبات. هو زي المية كده، عايزة مجرد ما بيفصل من الجسم عايز بأي طريقة عايز. احنا بنخاف نفتح بيوت في مصر، بلد الأمن والأمان، اللي بقى فيها مخدرات ناس بتتعاطى. منى عرائي تواصل كشف المستخبي الأربعاء القادم في الساعة 9:30 مساء حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.